مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صحافه الغد. نتناول به بالراي والتحليل مستجدات الصحف الصادره صباح الغد والمجلات واهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في هذه الفتره. ونبدا الان مع عناوين الاخبار. من جريدة الأهرام، الصحة تسجيل 398 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وعدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة. اليوم السابع، قالت الإعلان قريبا خطة التعايش مع كورونا وعقوبات لغير الملتزمين بها. من اليوم السابع أيضا، العالم يصلي للنجاة من كورونا. من جريدة الشروق، التعليم بدأ تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 11 من يونيو القادم. المصري اليوم، الإفتاء تحسم الجدل حول جواز منح الزكاة لغير المسلمين. أهلا بكم من جديد، ونبدأ من صحيفة الأهرام مباشرة. والصحة تقول تسجيل 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة في اليوم. التفاصيل أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام الشفاء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس 2626 حتى اليوم. أوضح دكتور خالد مجاهد، وزير مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية وصلت إلى 3133 حالة، من ضمنهم 2626 حالة تم خروجها تماما من الحجر الطبي. كمان أضاف ثبوت 398 حالة إضافة جديدة بالنسبة وإصابة كاملة بفيروس كورونا ووفاة 15 حالة جديدة، وقال إن مستشفيات العزل والحجر الصحي بتخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. الإجمالي بقى العدد الخاص بحالات الإصابة بنتكلم عن 10829 حالة إصابة. الحقيقة الخبر اللي بيشغلنا جميعا هو يعني خلال الأيام القادمة ربما يكون هناك خطة للتعايش مع فيروس كورونا. تفاصيل هذه الخطة كيف ستكون في الحقيقة، ده الموضوع اللي بيشغل الشارع المصري بشكل كبير. اليوم السابع من الصفحة الثالثة قالت إن الإعلان قريب عن خطة التعايش مع كورونا وعقوبات لغير الملتزمين. رئيس الوزراء تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع لبدء التصنيع الخاص بها، العصار أنتجنا 4.5 مليون كمامة يوميا، وده رقم طبعا يكون كافي جدا إن شاء الله أن يغطي جميع الاحتياجات للمصريين. تفاصيل الخبر، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف توفر المستلزمات الطبية والجهود اللي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي، ودكتور هلا زايد وزيرة الصحة والسكان، ودكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. تابع رئيس الوزراء الموقف الطبي الحالي بكافة مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية لتقديم أوجه الرعاية الكاملة لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد أكد دكتور مصطفى مدبولي على الالتزام الكامل بالنسبة للمواصفات القياسية للكمامة الطبية اللي هيتم تعميمها على كل المصانع. تعليقا على هذا الحدث، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء والكاتب الصحفي. أستاذ كمال، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كمال. إحنا بنتكلم عن يعني اجتماع موسع ما بين كل المعنيين بالتفاصيل الخاصة يمكن بفيروس كورونا، نتكلم عن دكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، ودكتور خالد عبد الغفار، دكتور هلا زايد، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. بنتكلم عن مواصفات قياسية لتعميم الكمامات بشكل جيد، وليس طبعا يعني كما رأينا في السابق في حاجات مش جيدة وحاجات يعني صنعت زي ما نقول في مصانع تحت بير السلم يعني. نعم، وبالفعل يعني هذا الاجتماع جاء في إطار طبعا العالم كله حاليا بتوجه
للتعايش مع فيروس كورونا في ظل طبعا عدم اكتشاف حتى الآن علاج حاسم ولا حتى لقاح أو مصل حاسم للوقاية. فطبعا بالتأكيد العالم بدأ يبحث عن يعني ازاي يتم التعايش، ازاي يتم اتخاذ اجراءات وقاية مع استمرار طبعا العمل والانتاج في العالم كله، لان العالم لا يتحمل ابدا ان تظل طبعا الاجراءات العزل الشامل لكل المواطنين وتوقف الاعمال. فطبعا مصر كما كانت من بداية يعني كانت بلد بخطة متوازنة ما بين الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت استمرار العمل والإنتاج، بدأت الآن وده اللي كان تم مناقشته في الاجتماع بتعد خطة حاليا، خطة التعايش واتخاذ الإجراءات الاحترازية مع طبعا يعني بدء عودة الأعمال تدريجيا للحفاظ على طبعا يعني المصادر الدخل والعيش للمواطنين خصوصا طبعا العمالة. فالخطة اللي ناقشها رئيس الوزراء النهاردة زي ما حضرتك أشرت طبعا كان فيها كل المسؤولين والوزراء المختصين كلهم في جهته، بتتضمن أكثر من محور أهمها طبعا أن ارتداء الكمام هيكون يعني ملزم إجباري لكل المواطنين، وفي نفس الوقت طبعا هيكون فيه طبعا خطوط إنتاج بدأت تعمل. يمكن النهاردة وزير إنتاج الحربي عرض تقرير مفصل بدأت خطوط الانتاج في مواصفات للكمامة تم يعني تحديدها والمصانع هتبدأ تنتج. زي ما قال وزير إنتاج الحرب هيكون عندنا 4.5 مليون كمامة بتنتج يوميا بنهاية هذا الشهر، وده طبعا هيكون إن شاء الله كافي لتوفير الاحتياجات للمواطنين. وفي نفس الوقت مع توفير هيكون فيه طبعا عقوبات لعدم ارتدائها، لأن طبعا أي واحد مش هيلتزم هيضر غيره، مش هيضر نفسه بس هيضر نفسه وهيضر المجتمع كله. طيب أستاذ كمال برضو بنتكلم بس على موضوع التوفير الخاص بالكمامة، ده رقم واحد. ثانيا يمكن في ناس يقول لك لا دي مش ضرورية، لا أنا مش في إمكانيات إن أنا مثلا أجيب كمامتين في اليوم، أنت عارف الكمامات دي ممكن تستخدم لمدة بضع ساعات وتحتاج أنها تتغير لو أنت فضلت فترة طويلة. يعني فكرة توفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين منها بأسعار زي ما نزل السيد رئيس الوزراء نظر في كتاب سابق إن سعرها 2 جنيه وتكون متوفرة في الصيدليات، الكلام ده يمكن على أرض الواقع مش موجود بعض الشيء أو مطبق في بعض الأماكن مش مطبق في الأماكن الأخرى. دقة التطبيق يعني هي في الحقيقة بنتكلم عن دقة التطبيق واستغلال الموقف يعني. لا بالتأكيد طبعا الخطة اللي بتعد وهي خطة شاملة يعني طبعا موضوع الكمامات محور مهم محورها لكن فيه أكثر من محور. لكن لو بنتكلم عن الكمامات طبعا الإجراءات بتشمل أولا توفير الكمامات من خلال طبعا الإنتاج اللي احنا اتكلمنا عنه وكمامات مواصفات قياسية وهتطرح بسعر مناسب للمواطنين. وإلى جانب كده فيه كثير من جهات العمل نفسها تكون ملزمة بأن هي توفر للعاملين فيها. يعني أنا لو يعني بشتغل في جهة أو مصلحة ممكن الجهة نفسها بيتسلمني كمامة يوميا، اللي طبعا ما عندوش جهة بتوفر له هتكون الكمامات متوفرة بأسعار مناسبة جدا يعني في للمواطنين. ما فيش استغلال طبعا، مش هيكون طبعا اللي ظهر في بداية الأزمة ان البعض يستغلها ويرفع سعرها، لا تكون متوفرة يعني بسعر مناسب لكل مواطن، ويعني وده هتكون لمصلحته يعني او لصحته، لان طبعا يعني المبلغ اللي بيدفع في الكمامة هو بيحمي نفسه وبيحمي اسرته. وهتكون الدولة الحقيقة حريصة انها توفر كل التيسيرات اللازمة والتسهيلات اللازمة للمواطن بحيث يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمصلحة أسرته ومجتمعه. ده زي ما قلت حضرتك بالإضافة للإجراءات الأخرى اللي تم الإعلان عنها النهاردة فيما يتعلق باستعدادات المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية وتوفير طواقم طبية كافية، وهتكون في غرف أزمات في كل المحافظات فيها كل المسؤولين من كل الجهات عشان لو في أي مشاكل يتم حلها على الفور. فيها يكون في كول سنتر للحجز في العيادات بحيث ما يكونش فيه تزاحم. يعني كثير من الإجراءات والخطة زي ما أعلن النهاردة هتعلن بكل تفاصيلها قريبا إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. في الحقيقة بطل جديد من أبطال الجيش الأبيض بيصاب، لكن هذه المرة ليست إصابته بفيروس كورونا لكن إصابته للأسف يعني أصعب شوية، ده نتيجة للإجهاد الشديد والضغط على نفسه ليقوم بواجبه تجاه الناس المريضة والناس اللي في العزل الطبي وفي الحجر الطبي. في الحقيقة البطل ده اسمه دكتور محمود سامي، كان بيعمل في إحدى المستشفيات الخاصة في العزل الطبي، وفي الحقيقة جاله جلطة في أحد الشرايين وللأسف بعد ما فاق منها اكتشف إن هو فقد بصره نتيجة لجلطة في الشريان اللي بيؤدي للإبصار. في الحقيقة طبعا كان في تدخل فوري من السيد رئيس الوزراء لنقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة، وده في الحقيقة أقل شيء ممكن نقدمه للأبطال من الجيش الأبيض. الخبر من جريدة الشروق من الصفحة الرابعة بيقول علاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة في المركز الطبي العالمي. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الطبية العليا
حالة الطبيب محمود سامي فتحي اللي كان بيعمل في أحد المستشفيات العزل وأصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لمشكلة لفقدان بصره حتى الآن، يعني ربنا يا رب يشفيه إن شاء الله. أوضح كمان المستشار الطبي لرئيس الوزراء أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بالمجلس، أوصت اللجنة بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي لاستكمال الفحوصات الطبية وعلاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة، ولفت كمان للتنسيق مع مدير المركز الطبي العالمي لاستقبال الحالة فورا وتمهيدا لإصدار قرار من السيد رئيس الوزراء بالعلاج على نفقة الدولة. وقام الدكتور محمود سامي وتلقى اتصال من رئيس مجلس الوزراء بالتكليفات اللازمة، وان هو ان شاء الله يتم وجوده وعلاجه في مركز الطب العالمي، وهو اللقى بترحاب شديد جدا منه واكد شكره وامتنانه للدولة على موقفها مع هذا الطبيب. في الحقيقة احنا اللي بنقدم الشكر الجزيل لهذا الطبيب على الموقف البطولي، لان هو اصيب نتيجة اجهاده الشديد جدا في اداء واجبه تجاه الاشخاص المرضى الموجودين في الحجر الطبي. ربنا ان شاء الله يتم الشفاء على خير ويخرج في اقرب وقت ممكن ويعود من جديد لممارسة مهام عمله. في الحقيقة في وقت سابق كان يمكن العالم بكل أديانه بيتحد حول فكرة السلام وفكرة الدعاء يعني نجدة الأمة ونجدة العالم من هذا الفيروس اللعين وهذه الجائحة التي تعدت فكرة أن يكون فيروس أو فكرة يكون أن هو يصاب بعض الأشخاص، لكن أصبح الجائحة تجتاح كل مكان لما فوق. نحن الآن نتحدث عن حوالي 4 مليون وأكثر بكثير عن 4 مليون مصابين بفيروس كورونا. العالم بيصلي للنجاة من كورونا من جريدة اليوم السابع من الصفحة الثانية. شيخ الأزهر العالمي يمر بوقت عصيب تحت أزمة عاتية وجائحة قاسية، والأمل في رحمة الله. وباب الفاتيكان الله يرحمنا وينهي هذه المأساة. توجهت البشرية في مختلف أرجاء المعمورة اليوم الخميس 14 من مايو بالصلاة والصيام والدعاء لله من أجل رفع هذا البلاء عن البشرية وإنهاء تفشي فيروس كورونا. وألقى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم كلمة بمناسبة هذه الدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية. وقال شيخ الأزهر أن ندعو العالم اليوم للتوجه للعلي القدير والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا في الوقت ذاته نستحث في البشرية جمعاء هذه الواشجة الجامعة واللحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعا. وضع فضيلة الإمام إلى جعل هذا اليوم ذكرى محفورة في تاريخ البشرية، نستعدها كل عام لتحقيق هذا الهدف السامي. في الحقيقة الخبر اللي جاي خبر من الأخبار اللي بتدل على سماحة الدين الإسلامي بشكل كبير جدا جدا، ويعني بتنفي عنه دائما التشدد والغلو، وده اللي بيأكده حسم جدار الإفتاء مطلقا لجواز منح الزكاة لغير المسلمين. والخبر ده جاي من جريدة مصر اليوم، وتفاصيل الخبر بتقول: قالت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض، وكذلك كفاياتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، آخرا بظاهرة آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين مواطني الدولة أنذاك، ومذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. وأوضحت الدار في أحداث فتواها أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها، استدلالا بعموم مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلم وغير المسلم. حتى أن الإمام الرازي في تفسيره وضح أن عموم قوله الله تعالى للفقراء والمساكين يشمل المسلم وغير المسلم. طيب، معانا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور خالد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا ببدايه العشر الاواخر من رمضان ربنا يتقبل مننا صالح اعمال في هذه الايام الكريمه ويفرج كرب جميع المسلمين وجميع العالم ككل من هذا الوباء اللي احنا فيه الان. امين يا رب. دكتور خالد، في الحقيقه انا شايف ان هذه الفتوى انتصار للانسانيه وتؤكد سماحة الدين الإسلامي والبعد تماما عن الغلو بشتى الطرق الممكنة، وتؤكد أن المسلمين وغير المسلمين سواء أمام العدل وأمام الحق وأمام كل التفاصيل الدين الإسلامي التي لم تفرق بين البشرية جمعاء. هو الحقيقة هذه مبادئ حضت عليها الشريعة الإسلامية، والقرآن دعانا وقال لنا وقولوا للناس حسنة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا وقال لنا
خلق الناس بخلق حسن، وعلمنا رسول الله وعلمنا القرآن الإحسان والبر إلى الناس أجمعين، لا سيما إذا كانوا شركائنا، وهؤلاء جميعا شركائنا في الوطن وشركائنا في الإنسانية. فانطلاقا من هذا وانطلاقا من المشاركة أيضا في وقت العسرة الذي ينبغي أن يتآلف فيه الجميع على المشاركة والبذل والعطاء، صدرت هذه الفتوى بخصوص أن الكل ممكن يتشارك في أموال الزكاة للنشدة وللخروج من ساعة العسرة. وهذا أيضا على فكرة بناء على فتاوي علماء المسلمين عبر الزمان. هذا يعني بجانب كونه نجدة للوقت وإنقاذا للعسرة التي يقع فيها كثير من الناس، وللنظر إلى الإنسان قبل شيء، الإنسان كما تعلمنا في الشريعة ولقد كرمنا الإنسان مكرم الإنسان كما تعلمنا إن شاء الله، قد كرمنا بني آدم وتعلمنا في الشريعة أن الإنسان مقدم على أي بنيان، الإنسان صحيح. مقدم على كل الإنسان وصحته ودمه وعرضه وماله وحقه في التعبد وحقه في مقدم من هذه الحيثيات. والحاجة دكتور خالد برضو يعني فكرة التعايش دي أكدت عليها وثيقة المدينة، يعني أول وثيقة بنعتبرها عهد وميثاق ودستور، أول دستور إسلامي وثيقة المدينة، يعني شملت كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي. لا صحيح، وقد تعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعايش السلمي وعلى التشارك في الوطن. كل مبادئ التشارك في الوطن ابتداء من حماية الوطن على قدم المساواة هذه المسؤولية والأمانة، وهذا أصلا التشريف اللي هو حماية الوطن، ومرورا بالتشارك الاجتماعي في السراء والضراء وفي الأمور كلها، كل هذا ستجد وثيقة المدينة تنص على أن هذا كله مرعي على للمواطنين. يعني نقول أخيرا دكتور خالد، لهم ما لنا وعلينا ما عليهم، فبالتالي الجميع سواء في كل شيء، سواء نحن نعيش في وطن واحد ونقتدى وطن واحد، فنحن لنا ما لهم وعليهم ما علينا، فبالتالي الجميع يتشارك في الوطن. بشكرك شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير دكتور خالد عمران أمين الفتوى ودار الإفتاء، شكرا جزيلا لحضرتك. آخر خبر من أخبارنا طبعا مهم جدا لإخواتنا وأبنائنا من أبناء الثانوية العامة، جريدة الشروق من الصفحة الأولى بتقول: التعليم بدأ تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو القادم، شوقي مد فترة تسليم الأبحاث حتى 18 مايو الحالي. واعتمد دكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة جدول تصحيح امتحانات الثانوية العامة، واللي تنطلق يوم 11 يونيو بتصحيح مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، و15 يونيو اللغة الأجنبية الأولى. ومن جانب آخر، وافق دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مد فترات تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي حتى الاثنين 18 من مايو من عام 2020. وطالبت الوزارة في بيان خاص بها المديريات والإدارات والمدارس بضرورة حصر أعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية، وأعلنها بمكان واضح بالمدرسة، ويختار الطالب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم حتى يوم 18 من الشهر الجاي. في الحقيقة كان استعراض سريع ومحاولة إلمام بكافة التفاصيل وكافة الموضوعات الخاصة بالصحافة المصرية اللي صدرنا بإذن الله في صباح الغد، لكن حاولنا نشوف نركز على الموضوعات الرئيسية واللي تهم المواطن المصري بشتى التفاصيل الممكنة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وغدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامج صحافة الغد، اقبلوا وخدوا معنا على شاشة النيل. إلى اللقاء.